صباح الخير اخواني هانيين مزيانين. اليوم ان شاء الله غنمشيو للسد ديال اسفالو اللي محسوب على مدينه تاونات بعيد عليه ب 60 كيلومتر وعلى مدينه تازه ب 90 كيلومتر. حنا دابا وصلنا لسد اسفالو. بقات لنا واحد الهبطه على الرجل. جلال هاني كي وصلتي مزيان ديالنا داك واحد الحاجه هو في هذه الوقيته هذه مع بين 12 حتى ل 2 ولا 3 ما فين تيكون داك المنظر ديال كي كل ما خضر ولا ما عرفت زرق تكون صافي، لكن ملي كان الغيام ما تيكونش داك الغلان كتضيع. ولهذا احسن وقيته هي وقت الظهيره اللي كتستمتع. وصلنا لهذه البلاصه هذه هي غاتريسكي هي غاتفزك ها غتحيد برديله ما حتى شي امل غير سيره حيت السبرديله ديالك وكتمشى والماء بارد يا صاحبي ها الماء بارد ايه انا حيت السبرديله ديالك وغادي ندوز والله الحال ما بارد كيبان لي هذه هي اخر طلعه طلعه ما بيها ماشي بزاف سبحان الله سبحان الله يو بو مصطفى جيب شي ربحه ايه ولي تليفون شويه ولي ديالي اكثر انا غادي مصطفى مصطفى بحال المعيز اللي كيتسمع الصوت ديال الماء قربنا دابا ها على باطل الملاح واش كيربشي ايه منين دزتي متنا انا وحلت وحلت هاد غالي هاد اللي بغا يجي يسد اسفالو نضرب تما النار اضرب المهم احنا نجربو هاد التنقيزة هادي كي غتفرج بسم الله بسم الله السد بدا كيبان لينا جلال تبارك الله عليك اخاي الشمس من الفوق العافيه من التحت حنا من الجن في جبل ولي شي طلع الجبل الابيض عرفتي الجبل الابيض؟ اه نديرو شي نهار شي ويكاند صباح الخير من بلاصة زوينة البارح ضربنا بواحد عومة وحدة كان الماء بارد بزاف ما يمكنش لك تعوم اصلا هاد البلاصة هادي كاين الصاد الصاد ديال الصح اما الماء تيكون بارد اصلا الماء اللي تيخرج ديال العمق ديال البراج تيكون بارد عملنا مرة وحدة صافي خرجنا بحالنا دابا غنصاوبو الفطور نمشي نجيب الماء من تحت من هنايا اللي درناهم باش يبردو والماء تاهو باش يبرد والحياة في سد اسفالو الى قدام انا نسير دو ديالنا هو هذاك دابا ان شاء الله غادي نمشيو نهبطو البلاصة الاولى كاين الماء تما تاهو نقي مشينا يلا 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 فينا فينا هما الدراري فينا
الرجيله تزقناه ها نمشي ضروري الزكا ما عندك شي سبرديله شي ديال الماء بغيتي تحافظ عليه لا ما تجيبها دابا الدري باقي ما عطيني خبرك يا عمي الحر هنيا ورس المسلم في الماء جلال علي 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 تمشي معاهم يا وسيم تلاح غير اش يا وسيم ديال 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 شوف شوف شو السن؟ شو كدير؟ كنسكي في الغداء بوحدك؟ انا في الدري يطلع يجيب شي صفرا ويجيب ياك؟ صحة وراحة الله يلا سرعة صوبين طاجين بوحدهم جدراري صغار حياة حياة الدراري ديال المنطقة الله يعمرها دار شو الناس ديال حتى الناس اللي تبارك شو الله يعمرها دار صباح الخير الاصدقاء هذا النهار الاخر في الرحله زواون يا صاح البارح فين كنا هنا نضربوا شويه ما الدراري عاد مشيو لا لا الماء بارد هذا النهار الاخر نمشيو بحالنا ما تنساوش تجيو معاكم شي سبرديله تكون مزيانه شي زباط يكون مزيان ضروري غادي تفزق والطريق راه صعيبه واحد شويه ماشي بزاف وانما تهلاو الى رحله جديده ان شاء الله خليكم مع هذا المنظر هذا هانتوما الحياه 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 شو 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 شو